مش عاوز أسافر تاني، أرفع السندكس. صوتلس آية كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا في شرح السنوسية الكبرى بحاشية العلامة الشيخ الحامدي رضي الله تعالى عنه، ورضي كذلك عن سيدنا الإمام السنوسي وعن جميع مشايخنا في علوم الدين والتوحيد والفقه وغير ذلك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا ورضي عنا به. كان الكلام في الدرس الماضي عن إيمان بالتقليد، خلاص. ففي إيمان بالتقليد فيهما، يعني إما في الدليل الإجمالي والتفصيلي أو في إيه؟ في مدلول الشهادتين وفي المعاد والفتنة المذكورين، لا مع عصيانه بترك النظر، بترك نظره إن قدر، أو معهم، يعني مع العصيان بترك النظر أو مع عدم العصيان إذا إيه ترك النظر. ثالثها، قال كم قول قبل كده؟ الأول أنه مؤمن إيه غير عاصم، الثاني أنه مؤمن لكنه عاصم إن ترك مع الإيه مع القدرة، القول الثالث اللي هو إيه كافر. لنقل المقترح، مع عز الدين والآمدي محتجين أو محتجين، خلاص. وهنا بيقول في اللي يقرأ بالتثنية راجعا إلى عز الدين وليه والآمدي، هم اللي تصدوا للاحتجاج. أما المقترح فناقل، لأنه يقول لنقل يعني الحجة أو الدليل مع مين؟ مع عز الدين ومين؟ والآمن. أما المقترح ذكر أنه ناقل لنقلي، خلاص. ففي صحة إيمان للتقليد وعدم صحة أقواله وعدم صحته أقوال. ثم إن المحذوف مع الواو القول الثالث، ولما لم يصرح به أولا صرح به بعد ذلك بقوله ثالثها لعنة. وفيهما قلنا متعلق بالتقليد في العقائد العقلية والعقائد السمعية المشار لهما فيما مر بقوله مدلول الشهادتين إلى آخر. وقلنا في احتمال ثاني يكون فيهما عائد إلى إلى الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي، أي في العقائد العقلية والعقائد السمعية المشار لهما فيما مر بقول إلى إن قدر الأولى ولو قدر، يعني ولو كان قادرا. قوله أو معه أي يكون مؤمنا مع العصيان إن قدر على النظر، لأن النظر قلنا واجب بتركه آثما. أما إذا كان واجبا وجوب أصول فيكون بتركه كافرا، أما إذا كان مندوبا فلا يكون بتركه عاصيا، ولكن اكتفى به في الإيمان. ده أحكام النظر. وبعدين هنا في قوله ثالثها اللي هو إنه كافر، ده أضعف الأقوال عند مين؟ عند الشيخ الحامد، لكن الشيخ السنوسي عنده أقوى الأقوال. قوله لنقل المقترح، أول ما بدأ لنقل هنا شروع في عزو الأقوال،
التي نقلها في حكم المقلد على سبيل اللف والنشر المرتب. يعني بيقول ايه ثالثها هو كافر، مش بيعلل كلمة لنقل، مش التعليل لكفر، لا ده هنا شروع في عزو الأقوال على سبيل الايه الترتيب اللف والنشر الايه المرتب، يعني الأقوال اللي سبقت كلها وليس القول الايه الأخير، لأنه التعليل لا يناسب القول الأخير، ولكنه ايه بيتكلم على ايه عزو الأقوال التي نقلها في حكم المقلد على سبيل الايه اللف والنشر المرتب. قلنا في لف ونشر مرتب وفي ايه مشوش. لما قال لنقل المقترح سند للقول الأول وهو ايه صحة إيمانه وعدم عصيانه، والمقترح بفتح الراء، عشان في كتاب تقريبا كان حافظه او يعني فسمي ايه باسم هذا الكتاب. محتجين قلنا اقرأ بالتثنية راجع الى عز الدين والآمدي عشان هم اللي ايه اللي ذكروا الحجة، انما سيدنا الشيخ المقترح مجرد ايه ناقل ولم يتصدى للاحتجاج لذلك القول، نقله دون ان يتصدى لذكر حجته، ولذلك عبر بمع دون الواو، يعني لم يقل لنقل المقترح وعز الدين، وانما قال مع قوله لم يكونوا عارفين. يعني هنا ايه من اول كلمة لنقل المقترح ده يعتبر ايه عزو الايه شروع في عزو الاقوال في حكم الايه المقلد، فيبقى هنا بان اكثر محتجين بان اكثر من دخل في الاسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا عارفين بالمسائل الاصولية، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بإسلامهم. عندما قال لم يكونوا عارفين أي بل هم مقلدون فيها لغير النبي، أو مقلدون للنبي في العقائد التي أدلتها العقل، أما في العقائد التي أدلتها السمع فلو أخذوها من غير معرفة دليل فلا يكونوا فيها مقلدين، لأنه لا طريقة إلا إيه إلا السمع، فيكونوا هنا إيه في الأمور اللي هي لا تتوقف عليها المعجزة لا يكون فيها مقلدين بل عارفين. إنما متى يكونوا مقلدين؟ إذا أخذوا بقوله في الأمور التي أدلتها، أي في العقائد التي أدلتها العقل، حتى لو أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، والتقليد فيها لا يسمى معرفة. والمراد بالمسائل الأصولية العقائد، لما بهنا بيقول إيه لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية، مش المراد بها أصول الفقه، إنما ده أصول الإيه العقائد الأصلية، خلاص يعني الأساسية. والتقليد فيها لا فيها له، يعني المين له يعني يرجع لمين له، والتقليد فيها له أي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى معرفة. والمراد بالمسائل الأصولية العقائد كثبوت القدرة والإرادة. وبعدين وحكم صلى الله عليه وسلم بإسلامهم دليل على أن المقلد مؤمن غير عاصي، يعني ده إيه جهة الدلالة، ما دام اتحكم بإسلامهم يبقى معنى كده إيه هذا إيه دليل على إنه إيمان المقلد صحيح وغير عاصي، يعني كأنه حكم النظر إيه مستحب مندوب، خليكم مع حكم النظر إيه لأنه بتركه لا يكون عاصيا، لكن لو كان واجبا لكان بتركه آثما. وقد يقال إن الحكم بذلك منظور فيه، يعني ممكن يعترض على إيه على ما استدل به مين أو ما احتج به مين سيدنا عز الدين وسيدنا مين الآمل، يقولوا لهم ده مش دليل، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلامهم خلاص كده، يعني هذا بالنظر إلى الظاهر خلاص كده، فحكمه بإسلامهم مش دليل على إيه مش دليل على إيه على عدم عصيان ها على عدم عصيان
مش دليل على انه ايمانه صحيح، ده دليل على انه المقلد، ان الحكم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر وليس بحسب ايه الحقيقة ونفس الامر. يعني قد يكون وحكم زي المنافق اذا قال اشهر يحكم باسلامي، خلاص حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم باسلامي بس ايه ظاهرا، وليس معنى هذا ان المنافق مؤمن ايه في الحقيقة او مؤمن فيما بينه وبين الله. فمش معنى حكم النبي باسلامهم دليل على نجاتهم او على صحة ايه ايمانهم، وانما هذا بالنظر الى احكام الدنيا. واضح؟ يعني شأنهم حيبقوا شأن مين؟ شأن المنافقين. المنافقين محكوم باسلامهم ومش محكوم، بس فين؟ في الظاهر. يعني حتى اللي قالوا ده ما يعتبرش ايه؟ ها؟ ما يعتبرش دليل. وحينئذ لما يكون بحسب الظاهر فلا يصح الاحتجاج بهذا على المدعى من ان المقلد احنا بنحكم في ايه؟ انه مؤمن بايه؟ يعني هنا لما نيجي عاوزين نحكم المقلد مؤمن بنتكلم في حقيقة ايمانه ولا نتكلم بحسب الظاهر. احنا بنقول هل ايمان المقلد يكفي؟ يعني ينفع؟ يعني ايمانه صحيح يكفي في النجاة؟ هذا هي المسألة التي نبحث فيها، ولا نبحث عن كونه مؤمنا في الظاهر. فالذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو باعتبار ايه؟ باعتبار الظاهر. ومن هنا اراد السلفي ان يهدموا علم الكلام من اساسه، فقالوا الكلام بتقولوا ده كلام فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعراب وامنوا كذا عمره ما سأل واحد عن الجوهر والعرض ولا عن الاستواء ولا هذه المسائل، فمعنى كده ايه؟ يكفي النطق بالشهادتين ولو لم يكن عالما. نقول لهم يكفي بحسب الايه؟ والبحث هنا عن الحقيقة، هل هو ايمان يعتد به او لا فقط. بعدين بيقول ونقل الآمدي عن بعض المتكلمين وابي هاشم مع مقتضى قول الفهر اكتفاءه صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين انما هو في الاحكام الظاهرة لا فيما ينجي من الخلود في النار. يبقى اذا الكلام ده اللي هو نقله الآمدي عطف على قوله النقل المقترح هو سند للقول الثاني. ايه هو القول الثاني؟ ان المقلد مؤمن عاصي لترك الايه؟ لترك النظر. فنقل الآمدي ذلك عنهم يدل على وجود ذلك القول وانه ليس من عنديات ابن عرف. وابي هاشم ده عطف على نقل الآمدي على حذف مضاف وحذف المقول ايضا، اي ولقول ابي هاشم ان المقلد كافر مع مقتضى قول الفهر، يعني مع ما يقتضيه، وهو الفهر ده شرف الدين ابن التلمساني من تلامذة المقترح شافعي المذهب مصري، وهو سند للقول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أنه كافر. خلاص؟ قوله اكتفاءه مقول الفهر، قوله لا فيما ينجي، وأما المنجي من الخلود فلا بد فيه من المعرفة، قوله وقول الشامل عطف على مقتضى قول الفهر، أي مع مقتضى قول الفهر ومع قول الشامل. والشامل كتاب لإمام الحرمين، غير الشامل بتاع مين؟ بتاع ابن عرفة. الشامل بتاع ابن عرفة اللي هو اسمه يا شيخ محمد المختصر الكلام، طبع في معرض الكتاب الكبير، بس أنا ما كنتش عارف أنه هو ده الشامل، أنا كنت فاكره كتاب آخر اسمه المختصر الكلامي مطبوع لو بتاع مين؟ بتاع ابن عرفة. غير الشامل بتاع مين؟ بتاع إمام الحرمين. وفي قول الشامل من مات بعد مضي ما يسع نظره وتركه، يعني وترك النظر اختيار الكافر. وإن مات قبل مضي، قوله وإن مات جواب إيه؟ وإن جواب إن، فين جواب إن وإن مات؟ جواب إن الجملة الإسمية،
فإن الجملة مات قبل مضي ما يسع ذلك مع تركه النظر اختيارا فيما أدرك منه قولا. أهو ده الجملة الاسمية خلاص. وده جواب إيه؟ إن مش جواب إن، جواب إيه؟ إن يعني إن دي شرط. فين جوابها؟ لو الجملة إيه؟ الاسمية. فكأن الجملة الاسمية واقعة في إيه؟ ها؟ جواب الشرط. أعني قوله قولا، هذه الجملة الاسمية. فإن قوله قولا القاضي مبتدأ خبر حذف خبره، أي وإن مات إلى آخره ففي ذلك قولا، أو قولان لمين؟ للقاضي. والقاضي متى أطلق فهو مين؟ أبو بكر البغلان، وكان آية من آيات الله تبارك وتعالى البغل. حتى ابن تيمية نفسه كان يحترم البغلان، يقول لك ما جاء أحد مثله قبله ولا بعد على البغلان، يعني بيحترمه جدا، يعني بيقول في الفن ده ما حد زيه. قوله الأصح كفره، ده مقول قول مين؟ القاضي. قول القاضي فين مقول القول اللي هو ايه؟ الأصح كفره. وقفنا عند ايه؟ وفي وجوب المعرفة. يلا القاضي، أيها القاضي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفي وجوب المعرفة على الأعيان بالدليل الإجمالي وعلى الكفاية بالتفصيل، أو على الأعيان بالتفصيل، نقل الآمدي عن الإمام وغيره قائلا: وفي وجوب المعرفة، مش كده؟ على الأعيان بالدليل الإجمالي وعلى الكفاية، أو على الأعيان التفصيلي، نقل بالتثنية نقل الآمدي. طبعا حذفت النون للإضافة، نون تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف فقول سينا. نقل الآمدي عن الإمام وغيره قائلا: من كان اعتقاده دون دليل ولا شبهة فهو مؤمن عاص بترك النظر. الفهري: ولا نزاع بين المتكلمين في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي على الأعيان، وإنما هو كفاية. وظاهر قول ابن رشد في نوازله: إنما هي بالدليل التفصيلي مندوب إليه لا فرض كفاية، انتهى. قلت: وبالجملة فالذي حكاه غير واحد عن جمهور أهل السنة ومحققين أن التقليد لا يكفي في العقائد، ولهذا قال ابن الحاجب في العقائد المنسوب في العقيدة المنسوبة إليه بعد قوله: إن الإيمان هو التصديق، وهو حديث النفس التابع للمعرفة، لا المعرفة على الأصح. قال: ولا يكفي التقليد في ذلك على الأصح. بس فأنت قلت إذا وفي وجوب المعرفة، الكلام هنا حيبقى في إيه؟ في وجوب الإيه؟ المعرفة. طبعا قلنا الكلام في التقليد يعني ايه انحصر في الاراء الثلاثة التي ذكرت، خلاص كده. فيه البعض قال قول غريب بتحريم للنظر، احنا قلنا النظر اما حيبقى هي حكمه واجب وجود اصول، وبناء عليه يكون تارك النظر كافر، أو واجب وجوب فروع وبناء عليه يكون عاصم، أو هو مستحب وبناء عليه يكون إيه؟ المقلد مؤمن غير عاصم بترك إيه؟ النظر. لكن فيه بعض طبعا المجانين يعني ما يخلاش منهم لأي زمن ولا أي مكان، قال بعضهم بالغ فحرم النظر في الأدلة، يعني مش بس ما قلنا ايه واجب او مستحب او ايه واجب على المعين او وجوب اصولي او وجوب او انه مستحب على الاقل، مثلا يعني لما تخف خالص يبقى ايه جائز مباح، لكن حرام إيه من هنا لهنا، من الشمال لليمين مره واحده،
فدول قالوا ايه انه النظر حرام. وبعدين برضو ليه مستند عشان يعني نعذر ايه الناس. واستند الى ما ثبت عن الائمة الكبار في ذم الكلام. خلاص كده. وذلك الامام الغزالي قلنا اتكلم قال ايه اسرف الطائفة في الاعتقاد اظن الكلام ده فكفروا عوام المسلمين يعني ده في وجوب. وزعموا ان من لم يعرف العقائد الشرعية بالادلة التي حرروها فهو كافر. فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة من المتكلمين. ابن حجر طول نفسه وتكلم كثير في المسألة دي في حديث كل مولود يولد على الفطرة حتى ذكر أن بعضهم أنكر وجوب المعرفة أصلا وقال إنها حاصلة بأصل الفطرة. والبعض قال إن المسألة دي سرت إلى المذهب الأشعري من بقايا الاعتزال. وهو الأشعري كان كبار واحد من الرؤوس المعتزلة كان زوجه أمه الجنباهي فشرب الاعتزال ورضع منه حتى بعد ما تاب وتبرع منه لكن ما زال فيه شيء من البقايا. فقالوا دي سرت إليه من إيه من مذهب مين المعتزل. طبعا هنا لما نتكلم على وجوب المعرفة على الأعيان هل هي واجبة على الأعيان يعني وجوب إيه على الأعيان وجوب كفاية على الأعيان لكن هل الواجب على الأعيان يعني على كل إنسان بعينه هل الواجب الدليل الإجمالي ولا هي واجبة على الأعيان وجوب تفصيلي؟ فقال هي واجبة على الأعيان بالإجمالي أما بالتفصيل ده وجوب كفائي وليس وجوب إيه يعني كأن الوجوب كأن التفصيل في هذه المسائل واجب ولكنه وجوب إيه على الكفاية. أما الإجمال ده على إيه على كل أحد بعينه. يبقى عندما قال وفي وجوب المعرفة على الأعيان بالدليل الإجمالي وعلى الكفاية يعني مش على الأعيان يعني إن قام به البعض سقط هذا إيه التفصيل أو على الأعيان بالتفصيل. يبقى كم إيه احتمال دلوقتي يعني هل واجب على الأعيان بالإجمالي ولا واجب عليهم بالتفصيل ولا واجب على الأعيان بالدليل الإيه بالدليل التفصيلي بس وجوب إيه وجوب كفاية. يبقى عندنا كم قول أو كم احتمال ثلاثة. يبقى هنا نقل الآمدي عن الإمام وغيره قائلا من كان اعتقاده دون دليل ولا شبهة فهو مؤمن عاصم بترك النظر. الفهري يعني كان فيه إيه كلام محذوف يعني قال الفهري بس هندخل في الإيه في الحاشية عشان إيه ندخل في المواضيع. يلا شوف. قال المحشي رحمه الله قوله وفي وجوب المعرفة إلى آخره لما أنهى ابن عرفة الكلام على عزم الأقوال المتقدمة لأربابها يعني الكلام اللي سبق ده كله ده بتاع مين بتاع ابن عرفة خلاص أنهى الكلام في حصل أوله وحصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال ثم عزى الأقوال لأربابها يعني لأصحابها أتبع ذلك بالكلام على وجوب المعرفة وما للأئمة في ذلك من الأقوال المناسبة من وما في وما للأئمة في ذلك من الأقوال للمناسبة. فقوله وفي وجوب إلى آخره من كلام ابن عرفة وهو خبر مقدم خلاص كده. طب لما يكون ده خبر مقدم يبقى فين المبتدأ؟ نعم نقلة يعني نقلة الآمدي في وجوب المعرفة نقلة الآمدي عن الإمام وغيره في وجوب المعرفة
وهو خبر مقدم وقوله بعد نقل الآمدي إلى آخره مبتدأ مؤخر. والمعرفة يعني عاوز هنا يعرف ما المراد بالمعرفة. والمعرفة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. ما هي المعرفة؟ الاعتقاد الواقع. يبقى هنا في هذا التعريف تبقى المعرفة والعلم سواء، يبقى كده مترادفان، لأن هو نفس التعريف ده تعريف ليه؟ تعريف العلم. ووجوبها وجوب الفروع بمعنى أنها ليست شرطا في الإيمان ولا جزءا منه، لأنها لو كانت واجبة وجوب الأصول يبقى هنا ما ينفعش الإيمان من غير الإيه؟ من غير المعرفة، ويصبح المعرفة شرط في صحة الإيمان، أو أنها شطر. واضح ولا مش واضح؟ شطر يعني معناها كأنها جزء منه، ولا يمكن يتحقق الإيمان بجزء، لازم يتحقق بالإيه؟ بالكل. أو أنها شرط يعني لا يكون الإيمان صحيحا إلا عن معرفة. هنرجع إلى إيه؟ القول في كفر الإيه؟ المقلد. قوله على الأعيان أي على كل واحد بعينه. على الأعيان يعني كل واحد له الفرض فرض عين، على كل واحد به بعينه. قوله على الكفاية إلى آخره، فيجب على أهل كل قطر أن كل قطر من الأقطار يعني كل قطر أن يكون فيهم من يعرف الدليل التفصيل، يعني أهل كل مصر يعني كل بلد، واجب أن يكون فيهم 10 20 30 يعرفوا إيه الأدلة التفصيلية. يعني إيه التفصيل؟ اللي هو المقدور على إيه تقريره وحل إيه الشبه، ده واجب يكون فيه إيه جماعة معينين. قوله قوله عن الإمام راجع للقول الأول، وقوله وغيره راجع للقول الثاني. يعني نقل النقلين، نقل عن الإمام ونقل عن غيره. اللي عن الإمام راجع للقول الإيه؟ الأول. طب واللي عن غيره راجع للإيه؟ للقول الثاني. قوله قائلا حال من الغيب. والإمام هنا مين؟ الإمام هنا ومش قال عندك هنا في الأول قبلها بيقول إيه؟ بيقول قول القاضي الأصح إيه؟ لا قبلها نقل المقترح إن سبق ذكر مين؟ إمام الحرمين، مش كده؟ طيب يبقى المراد بالإمام إمام مين؟ إمام الحرمين. ليه؟ لا لما ذكر مين دلوقتي غير الشامل. الشامل كتاب الإمام الحرمين. نعم. لا لما ذكر الفهري وقال اسمه إيه؟ قال شرف الدين ابن التلمسان تلميذ المقتدى الشافعي المصري. ماشي لا ده حاجة غير ماشي. يلا. قوله قائلا حال من الغيب. وعن عن الإمام وغيره قائلا، قائلا حال من إيه؟ من غيره. يعني كلمة قائلا يعني غير الإمام حالة كونه قائلا، إذا هي حال من إيه؟ من غيره. قوله دون دليل أي تفصيل، والمراد بالدليل ما كانت مقدماته. من كان اعتقاده لو ما قول غير الإمام ده نعم إيه الإمام إمام الحرمين ثم خلاص شو إمام الحرمين ولا الإمام إمام قال نقول إمام كإمام الحرم. الشيخ يبقى الأشعري، الأستاذ يبقى الإصفرين، القاضي الباقلاني. قوله دون دليل
أي تفصيلي، والمراد بالدليل ما كانت مقدماته يقينية. قوله بيقول إيه؟ قائلا من كان اعتقاده دون دليل، يعني المراد دون دليل تفصيلي، قلنا ما فيش حد ما عندوش دليل خالص، فهناك دليل ايه؟ اجمالي، وهذا موجود عند الايه؟ عند العوام. ولذلك اذا كان المراد بالدليل هو الاجمالي فبناء على ذلك يكون العوام من العارفين لا من المقلدين، لانهم عندهم دليل في الجملة، عندهم الدليل الاجمالي، فالعوام لا يقال انه ليس عندهم دليل، ولكنهم عندهم دليل ايه؟ اجمالي معدود عن تقريره وحل شبهه. والمراد بالدليل ما كانت مقدماته يقينية، وقوله ولا شبهة المراد لان هذا الدليل الاجمالي عند العوام يقيني وليس ايه؟ وليس ظني. من كان اعتقاده دون دليل ولا شبهة، المراد بها المقدمات المشهورة المنتجة لنتيجة صحيحة وليست ليه اليقينية. وأما لو كان الاعتقاد لدليل أو شبهة بمعناها المتقدم كان صاحبه مؤمنا غير عاص. فهمت ايه دلوقتي هنا؟ كلمة ولا شبهة يعني المراد بها مقدمات دليل، يعني مقدمات يقينية. شبهة المراد بها هنا ما يشبه الدليل لأنها مقدمات ولكنها مشهورة وليست يقينية، ولكنها تنتج نتيجة صحيحة. احنا اللي يهمنا في الموضوع ان النتيجة تكون ايه؟ صحيحة، حتى لو كانت المقدمات ظنية المهم تكون النتيجة صحيحة. وأما لو كان الاعتقاد لدليل أو شبهة بمعناها المتقدم، فين المعنى المتقدم؟ ده هو خلاص ساب المعنى. وأما لو كان الاعتقاد بدليل أو شبهة بمعناها المتقدم كان صاحبه، يعني صاحب هذا الاعتقاد مؤمنا غير عاصم، فاندفع ما يقال الشبهة تجر للجهل المركب، وحينئذ فلا يكون من اعتقد اعتقادا جازما لشبهة مؤمنا، إنما أراد هنا بالشبهة معنى آخر اللي هو المعنى المتقدم. أين هو المعنى المتقدم؟ المعنى المتقدم اللي هو المقدمات المشهورة، خلاص مش اليقيني المنتج. يبقى هنا فرق بين الدليل والشبهة، الشبهة اللي هي المقدمات بتاعتها المشهورة لكن النتيجة صحيحة، أما الدليل المقدمات يقينية، فكلاهما نتيجته صحيحة. وإلا لو كان عن شبهة، الشبهة لا تنتج ليه نتيجة صحيحة ولكنها تنتج إيه؟ نتيجة فاسدة، هذا اعتقاد فاسد، فلا يكون إيه؟ المعتقد بسبب الشبهة لا يكون اعتقاده صحيحا وإنما اعتقاده إيه؟ فاسد. ما ليه هنا قال لدليل أو شبهة؟ يبقى أراد إيه؟ أراد بالشبهة المقدمات المشهورة وليست المقدمات وليست المقدمات الفاسدة. وحينئذ فلا يكون من اعتقد اعتقادا جازما لشبهة مؤمنا. قوله ما هو خلاص، لو كان الشبهة بالمعنى اللي هي تؤدي إلى مقدمات وهمية أو مثلا فيها مغالطة أو لفساد المادة أو لفساد الصورة كما تقدم، فلا يكون مؤمنا حتى ولو كان الاعتقاد جازما،
فاعتقاد أهل التثليث واعتقاد الكفار اعتقاد جازم ولكنه ايه غير صحيح. قوله الفهري مبتدأ حذف خبره تقديره قال الفهري قال الفهري وتحط له نقطتين كده الفهري كلمة ولا نزاع وده ما قول القول او ده قول الفهري يعني كلمة ولا نزاع ده كلام مين كلام مين ده ولا نزاع يعني الفهري قال تمام كده مبتدأ حذف خبر تقديره قال وهذا من كلام ابن عرفة يعني حكاية قول مين الفهري قصد بنقله معارضة القول الثاني الذي نقله الآمدي من وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي لأن الفهري قال ولا نزاع بين المتكلمين في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي فلما قال كذا إذا بينازع بكلام أو بيرد بكلام الفهري كلام مين كلام الآمدي لأنه الآمدي قال إيه قال بوجوب المعرفة بالدليل التفصيلي صح كده يا مولانا احنا بس في الدرس في الأزهر الشريف أنت في مصر في مكة الدعوات واحنا منتظرينك بعد الدرس تأتي إلينا بالطائرة قوله الفهري مبتلأ حذف خبره تقديره قال وهذا من كلام ابن عروة قصد بنقله معارضة القول الثاني الذي نقله الإمام الآمدي من وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي والفهري قال لا عدم ايه عدم وجوب المعرفة بالدليل الايه التفصيلي قوله وظاهر قول ابن رشد هذا مبتدأ خبره قوله هذا مبتدأ خبره قوله إنما هي بالدليل التفصيلي إلى آخره وهو قول يعني وظاهر قول ابن رشد ده مبتدأ فين الخبر إنما ده الجملة ده واقعة في إيه في محل الخبر أو الخبرية إنما هي يعني من أول إنما هي وأنت رايح ده إيه ده الخبر وهو قول ثالث في المعرفة فين ده نرجع فوق وإنما هو كفاية مش قلنا ثلاث أقوال دليل إجمالي وعلى الكفاية وعلى الأعيان بالتفصيل فهذا هو القول الايه الثالث قوله إنما هي أي المعرفة قوله بالدليل التفصيلي أي على كل أحد ما إما بالدليل التفصيلي على إيه على الكفاية أو بالدليل التفصيلي على كل أحد أو على أهل كل قطر قوله انتهى أي كلام الإمام وإنما هو كفاية وظاهرها قول ابقى بس كده الحد انما هو كفاية خلص كلام مين خلص كلام الفهري يبقى اذا وظاهر قول ابن رشد هذا ليس من كلام الفهري خلاص كده يبقى قوله ايه وظاهر قول ابن رشد هذا مبتدأ خبره قوله إنما هي وهو قول ثالث في المعرفة قوله إنما هي أي المعرفة قوله بالدليل التفصيلي على كل أحد أو على أهل كل قطر قوله انتهى أي كلام الإمام محمد ابن عرفة فيه يبقى إذا من أول وظاهر ده يرجع لمين يرجع لابن عرفة مش لمين مش للفهري فهمت ولا لسه هل استوعبتم كده يبقى كلمة وظاهر ده من ليس من كلام الفهري إنما تكمل الكلام مين ابن عرفة يبقى قوله انتهى أي كلام الإمام محمد ابن عرفة في شامله قوله وبالجملة فين هنا
وظاهر قوله في نوازله إنما هي في الدليل التفصيلي مندوب إليه لا فرض كفاية. انتهى يعني مين؟ كلام ابن عربي. قل مين اللي هنا قال قل؟ المصنف. يبقى بدأنا احنا ايه نرجع لمين؟ لسيدنا الشيخ السنة بعد ان غاب عنا، فحمد لله على سلامته. يعني رحنا في الشامل وابن عرفة والفهري والآمد والمقترح وعز الدين، طب فين سيدنا الشيخ؟ رجع خلاص وصل. قلت قال المصنف رحمه الله قلت وبالجملة، فالذي حكاه غير واحد عن جمهور أهل السنة ومحققين أن التقليد لا يكفي في العطاء. برضه متمسك برأيي بعد ابن عرفة وبعد حدش عجب. قلت يعني سيبك من اللي عدنا وبالجملة، يعني مش هنفصل. هل يعقل بعد التفصيل ده كله يقوله بالجملة؟ يعني معناها مش هيكتر معاك الكلام، لأنه كتروا بالفعل وبالجملة. زي ما يجي واحد من ثلاث أربع ساعات ويقول لك نهاية الكلام إيه بعد الطول ده كله. قلت وبالجملة، فالذي حكاه غير واحد عن جمهور أهل السنة ومحققيهم، ولازم يكونوا محققين عشان هو يدخل فيه فيهم، أن التقليد لا يكفي في العقائد. ولهذا رجع يحتج إيه لقوله، ولهذا قال ابن الحاجب في العقيدة المنسوبة إليه بعد قوله، يعني في عقيدة لابن الحاجب شفتها سيدنا الشيخ؟ انت ربنا خصصك في المخطوبات، احنا عايزين نشوف المطبوع فين. معاك؟ طب هات اشوفه. اشعري برضه؟ قلت وبالجملة، فالذي حكاه غير واحد عن جمهور أهل السنة ومحققيهم أن التقليد لا يكفي في العقائد. ولهذا قال ابن الحاجب في العقيدة المنسوبة إليه بعد قوله إن الإيمان هو التصديق، وهو حديث النفس التابع للمعرفة لا المعرفة على الأصح، قال ولا يكفي. قال يعني مين؟ ولا يكفي التقليد في ذلك على الأصح. بس كده كلام ابن الحاجب، بيقول على الأصح، يعني معنى كده لم يجعل القول المقابل فاسدا.
حتى الشيخ ناجي غير مش عارف عنده ابنه او محمد مش عارف ابنه ولا بنته ولا هو ما عارف. قلت هو الجمعة برضو ما مصمم زي ما قلنا الشيخ على رأس قال قلت هو الجملة فالذي حكاه غير واحد عن جمهور اهل السنة ومحققين ان التقليد لا يكفي في العقائد ولهذا قال ابن الحاجب في العقيدة المنسوبة قلنا العقيدة دي بتاعت ابن الحاجب ان الشيخ قال عندي او حيجيبها لنا او كذا الشيخ لم يجزم بنسبتها او لم يجزم بانها لابن الحاجب فقال المنسوبة يعني في قوله المنسوبة دليل على انه ليس هناك ايه جزم بأنها لابن الحاجب فهناك قول إنها لغيره مش له بس نسبت إليه بعد قوله إن الإيمان بعد ما قال ابن الحاجب إن الإيمان هو إيه التصديق وهو حديث النفس التابع للمعرفة على المعرفة على الأصح قال ولا يكفي هذا هو المقصود لمين للمصنف من كلام ابن الحاجب وعاوز يوصل لليه مش عاوز يتكلم عن الايمان ولا حديثنا ولا عاوز عاوز يقول لك ابن الحاجب قال ولا يكفي يعني ما ينفعش يعني غير التقليد غير كاف في ايه بس طبعا كلمه ولا يكفي هي الشيخ السنوس هو عاوز كلمه ولا يكفي يعني هو عاوز الكلمه ولا يكفي التقليد في ذلك على الاصح طبعا كلمة على الأصح يعني بدل ما تمتش ايه ما تمتش الفرحة على الأصح يعني معناها القول الثاني صحيح ولكن هذا ايه أصح قلنا العقيدة دي منسوبة لابن الحاجب منسوبة يعني يحتمل انها تكون ليست لمين لابن الحاجب ابن الحاجب ابن الحاجب لم يصنف فيه في العقائد خلاص وابن الحاجب كان سمي ابن الحاجب الان هو مالك مش ابن الحاجب مالك وسمي ابن الحاجب لان ابوه كان حاجبا لامير قوس الصعيد هو من الصعيد ولكن مات دفن فيه في الاسكندريه يعني هو من الصعيد ومدفون فين في الاسكندريه لكن ما تلقاش حد من الاسكندريه مدفون في الصعيد قال المحشي رحمه الله قوله وبالجملة أي قولا متلبسا بالإجمال وبالجملة يعني قولا متلبسا بالإجمال معنى كلمة وبالجملة يعني مش هخصص أقول كلام كده إيه حالة كوني أجمل القول لا أفصله أي بقطع النظر عن كلام ابن عرفة وغيره عن كلام ابن عرفة وغيره يعني كلام غيره أي بقطع النظر عن كلام ابن عرفة وغيره وهذا راجع للكلام الذي ذكره قبل كلام ابن عرفة قوله عن جمهور إلى آخره ما قال عن كلام ابن عرفة وغيره من كلام ابن عرفة وغيره مش كده لما قال وغيره وهذا يعني الضمير في كلمة وهذا يعني هو غير ابن عرفة بل فين وبعد ما خلص كلام ابن عرفة قال قلت يبقى فين كلام غير ابن عرفة قبل وآخر حاجة كلام ابن عرفة هل ذكر كلاما لغير ابن عرفة بعده اللي هي معنى كلمة انتهى كلمة ايه ما معنى بقطع النظر عن كلام ابن عرفة وغيره يبقى هذا راجع للكلام الذي ذكره قبل كلام ابن عرفة خلاص كده وكده الكلام مضبوط ولا مش مضبوط يلا قوله عن جمهور اهل السنة المراد بهم علماء الكلام يعني هنا ما ينفعش جمهور اهل السنه والفقهاء والمحدثين والاخلاء هو المراد
علماء الكلام انه المحدثين غير ما تهمهمش الفارس. ها؟ كل عندهم ايه؟ مؤمن. ويكفر مفيش فرق بين كده وكده. الكلام ده يخص مين؟ علماء الكلام. اه الادلة العقلية. علماء الكلام مش لما قال جمهور على السنة عن مين المتكلمين؟ ها؟ قوله لا يكفي في العقائد. لانه لو كان جمهور على السنة عن الفقهاء والمحدثين والاصوليين معناها ايه؟ آه خلاص خلصت. من غيرهم لا يرتد به. انما عاوز اقول لك المتكلمين. على فرض كل المتكلمين كلهم او جمهورهم يعني معظمهم، لكن في غيرهم من اهل السنه لم يرضى بهذا الكلام. ها؟ ها؟ قوله لا يكفي في العقائد اي وحينئذ فالمقلد كافر. يعني لما قال نقل كلام ابن الحاجب انه الايمان لا يكفي في الايه في العقائد، اذا معنى كده ايه؟ المقلد كافر. خلاص كده؟ ولو كان كافيا فالمقلد ايه؟ مؤمن. لا يكفي فالمقلد غير مؤمن. قوله ابن الحاجب اسمه عثمان ولقب بابن الحاجب لان والده كان حاجبا اي بوابا لامير قوس. اسمه ايه؟ عثمان. ولقب بابن الحاجب لأن والده كان حاجبا يعني بوابا لأمير قوس. ووالده كردي. وولد هو ابن الحاجب مش أبوه بقوس ودفن بالإسكندرية. قوله المنسوبة له إنما قال ذلك لعدم الجزم بنسبتها له. لما يقول وقال ولهذا قال ابن الحاجب في العقيدة المنسوبة إليه عندما قال المنسوبة له إنما قال ذلك لعدم الجزم بنسبتها له. فقد قيل إنها لغيره. قوله حديث النفس. ابن الحاجب عرف الإيمان في العقيدة دي أو غير ابن الحاجب إذا كانت العقيدة ليست له أو صاحب العقيدة أيا كان. ابن الحاجب، ابن الخازن، ابن الأمير، ابن الرئيس، أي حد قال. قال إيه؟ قال إن الإيمان هو التصديق. شنو؟ وهو حديث النفس التابع للمعرفة ليس المعرفة. يبقى قوله حديث النفس. يعني الكلام اللي هو في النفس، الكلام النفساني، يعني النفس كده لو تقول من غير لفظ ومن غير صوت آمنت وصدق، أو المراد إيه؟ حديث النفس. زي نفسه تحدثه، يعني إيه؟ يعني كأنه لسان حال النفس بيقول أنا آمنت وصدق. لكن هذا ليس كلام لفظي انما كلام في داخل معنى. يعني كلام النفساني يعني معنى قائم بالنفس. فليس المراد حديث النفس ان النفس تتحدث مع نفسها، لا. يعني ده عباره عن ايه؟ ترجمه للمعنى القائم بالنفس. النفس لما تعتقد شيء كانها تقول امنت وصدقت. هذا هو المراد به. ها؟ في حديث النفس يعني الكلام اللي في النفس، يعني ان الكلام في الفؤاد، يعني الكلام حقيقي. وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني قول النفس، قول النفس مش قول اللسان. آمنت وصدقت. طبعا لما بقول النفس آمنت وصدقت هذا تابع للمعرفة، لان النفس لا تقول آمنت وصدقت إلا إذا كانت عارفة. قوله التابع للمعرفة أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. يبقى المعرفة شيء وحديث النفس بها شيء. يبقى حديث النفس تابع للمعرفة وليست المعرفة تابعة له. قوله التابع للمعرفة يعني الحديث ده اللي النفس بتحدث نفسها به تابع لاعتقادها، لأنها أي النفس لو لم تكن تعتقد ما حدثت نفسها.
واضح ولا لسه؟ أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل قوله لا المعرفة، لا أن التصديق هو المعرفة فقط التي هي لازمة لحديث النفس. المعرفة لازمة لحديث النفس، وحديث النفس ملزوم لها، في لازم بإيه؟ في ملزوم، يعني يلزم من حديث النفس أن النفس على معرفة. ليه؟ لأن حديث النفس تابع لإيه؟ للمعرفة. ولا أيضا، ولا أنها أيضا، ولا أنها أي إيه؟ ها؟ ولا أنها أي إيه؟ أي المعرفة. ولا أنها أيضا حديث النفس التابع للاعتقاد، يعني في حديث نفس ليس تابعا للمعرفة ولكن تابع للاعتقاد. ويقول لك لا، ده الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة. خلاص كده؟ والمعرفة هي ايه؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن ايه؟ دليل. فليست المعرفة هي حديث النفس التابع للاعتقاد، لأن المعرفة هي الايه؟ هي التصديق، هي الاعتقاد الايه؟ الجازم المطابق للواقع عن دليل. واضح؟ يبقى قوله لا ايه؟ لا المعرفة، أي لا أن التصديق هو المعرفة فقط التي هي لازمة لحديث النفس، ولا أنها أيضا حديث النفس التابع للاعتقاد. يبقى الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، والمعرفة هي إيه؟ الاعتقاد الجازم مطابق للواقع عن دليل. وليست المعرفة هي حديث النفس التابع لإيه؟ ولهذا قال ابن الحاجب لا يكفي التقليد. خلاص؟ قال ولا يكفي ذلك على الأصح. هذا هو المقصود بالذات، هو الشارح عاوز الكلمة. هذا هو المقصود بالذات للشارح من نقل عبارة ابن الحاجب. يعني ما نقلش عبارة ابن الحاجب عشان يعرف لنا الإيمان، ولا عشان يبين لنا ما هي المعرفة، وإنما نقل ذلك إيه؟ يلا ما خلص يا رجل، ربع ساعة خلص. لا تعال عندنا او روح على لا تعال عندنا احسن. هذا هو المقصود بالذات للشارح من يعني هو عاوز الكلمتين، عاوز ولا هيك، امال ما جابهمش ليه على طول؟ حب يعني حل العمليه، يقول في تحقيق في المساله وفي كلام مهم فجابوا يعني فجاب الكلام على بعضه عشان ما يقولكش اختزل او قطع السياق، وعمال يجيب لك الكلام كله. قوله ولا يكفي، عارف لو واحد غير ابن الحاجب او غير صاحب الكتاب ده، واحد من الجماعه المبتدئ عليه، كان قال لك ايه؟ ولا يكفي التقليد في ذلك، وراح سكت وشال ايه كلمه على الاصح. قال ولا يكفي التقليد. شفت كده؟ نزل التلاعب بالدين ده خبر. ما ينفعش التلاعب بالحاجات دي. انقل النقل زي ما هو، وانت حر بعد كده، فسر زي ما انت عاوز. والمناسب فلا يكفي. يعني اللي كان يناسب الكلام فلا يكفي، مش على الاصح. ليتفرع هذا الكلام على ما قبله، إلا أن يقال لاحظ ابن الحاجب أن تلك القضية حق في ذاتها بدون الالتفات لما قبلها،
أي من أن المقلد كافر. لا أحسن من صوت الحبيب. يلا دور. نعم. والمناسب فلا يكفي ليتفرع هذا الكلام على ما قبله إلا أن يقال لاحظ ابن الحاج بأن تلك القضية يبقى احنا هنا شوف كده هو الأول كلام ما بدأنا به في وجوب المعرفة مش كده؟ حق في وجوب المعرفة إيه؟ على الإيه؟ الأعيان بالدليل الإجمالي وعلى الكفاية بالدليل التفصيلي أو على الأعيان مش كده ثلاث أبواب؟ هما ثلاثة لكن ينفع نخليهم ايه اثنين يعني جائزا في وجوب المعرفة قولان احدهما انها واجبة على الاعيان بالدليل الاجمالي وعلى الكفاية بالدليل التفصيلي هو كده حلو واجبة على الاعيان بالإجمال يعني على كل إنسان أو على كل مكلف بعينه بهذا إيه؟ يعني وجوب المعرفة على كل واحد بعينه هو ده وجوب بالدليل الإجمالي طبعا الدليل الإجمالي أقل الناس أجهل الناس أبلد الناس يعني محدش ما يعرفش الدليل في الجملة وإن كان يعجز عن تقريره وحله لكن في الجملة عنده دليل مهما رأينا عوام كثير لكن لازم تلقى عنده ايه دليل والله انا كده مرة انا احب اقعد مع العوام واسألهم في المسائل الصعبة كده اللي ما يقدرش عليها الجوين ولا لا مش حكاية ايمان عجائب بس انا عاوز اشوف تعليقهم يعني اللي يقول ايه يعني مثلا مرة طلعت من زمان كده فتوى ايه ده يا شيخ بتعمل ايه ما معنى هذا الفتوى يا تدخل تقعد ما توقفش كده على الابواب ادخل ما ينفعش الوقوف كده ادخل احنا في درس علمي تقعد معانا تستنى بقى الا ها اللي بنقول ايه العوام عن مسائل صعبه مرة طلع واحد فتوى كده يعني حاجة صعبة كده يعني قال انه مثلا حاجة كده احل فيها شيء محرم كده الناس كلها بيجي تهاجم وتشتم عليه ليل ونهار ومحدش فواحد بيبيع بين ايه شايف الارض كده عند سيدنا حسين عامل قفص كده وبيبيع للناس كده فانا قعدت اشرب شاي فيقول له يا رايك في الفتوى اللي قال له ده ابني كلب ده يقول ليه كده يعني معناه اللي بيقوله ده جهل على طول كده وده يعني ايه رد ايه العامي الانسان لو على الفطرة يعني معناها لو حاجة كويسة فنقول الله يكرمه فيها يعني هو مركوز في نفسه ان رايد ده على ضلال فعشان كده العوام بيبقى دليلهم ايه صادم كده يعني مثلا فاكر المرأة اللي هي راحت لمين لعمرو بن عبيد ده رئيس المعتزل حد كان يقدر يقف قدامه ده لو قعد دلوقتي الجامعه كلها ما تعرفش تتكلم معه عمرو بن عبيد تفكر براس فبقعد يقرر في ايه في موضوع المنزله بين المنزلتين انه مرتكب الكبيره لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزله بين منزلتين فقالت له يا عمرو امرأة عجوز لا درست علم كلام ولا تعرف قسم العقيدة والفلسفة ولا تعرف ولا حاجة فقالت له إن الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يذكر المنزلة الثالثة يعني أنت بتقول الناس ثلاثة مؤمن وكافر ولا مؤمن ولا كافر قلت له لو كان كده صح كان ربنا أعلم بخلقه فكان قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم من هو في منزلة بين المنزل فسمعها مين ها سفيان الثوري فقال عليكم بدين العجائز خذوا الدين من المرأة فتاخذوه من قسم العقيدة خذوا من دار طب هو حد يجي على باله الدليل ده وفق الله له امرأة من العوام قلت هو الذي خلق ومنكم مؤمن ومنكم كافر لو كان في حاجة ثالثة ما
تحكيش ربنا ينساها وانت تفتكرها يا بني بقر انت. يلا يبقى في وجوب المعرفة قلنا ايه؟ قولان، انها واجبة على الاعيان بالدليل الاجمالي وعلى الكفاية بالتفصيل، وهو الذي حكاه الآمني عن الامام. والثاني انها واجبة على الاعيان بالايه؟ بالتفصيل، غير انها ليست نفس الايمان ولا تابعا لها حتى يكفر خد بالك الكلام ده مهم، يعني عاوز يقول لك المعرفه واجبه سواء كان بالدليل التفصيلي على على الكفايه او بالدليل الاجمالي على الاعيان او بالدليل التفصيلي على الاعيان، مش ده الاقوال الثلاثه او قولين؟ لكن ايه الملاحظ في الموضوع؟ رغم انها واجبة حتى خليها واجبة على الاعيان، لكن ليست هي نفس الايمان. امال ما هو الايمان؟ هو حديث النفس التابع لها، يعني صحيح مش هي الايمان لكن هي شرط في الايمان ولا تابعا لها. يبقى اذا كان إذا كانت المعرفة ليست هي نفس الإيمان ولا الإيمان تابع لها، إنما الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، يبقى معنى كده إيه؟ هل يكفر الإنسان بعدمها؟ الإنسان يكفر بعدم الإيمان مش بعدم المعرفة. يبقى إذن ما هو المعرفة مش هي الإيمان، هي حديث النفس التابع للمعرفة، مش كده؟ الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة. يبقى معناها كده ممكن إنسان بعدمها هل يكفر؟ لو كان الإنسان يكفر بعدمها لكانت المعرفة هي الإيه؟ هي الإيمان. يبقى معنى كده خلاصة الدوشة دي كلها إنه المعرفة فرض يعصي الإنسان بتركها ولا يكفر، بالخلاصة الإنسان يعصي يعني يكون عصر. يبقى إذن ما هي محصل الأقوال في الدليل التفصيلي؟ ثلاثة، أول حاجة واجب على الأعيان، اثنين واجب على الكفاية، هو ده المشهور المعروف الدليل التفصيلي، أما الواجب على الأعيان هو الدليل الإجمالي. يبقى إذن محصل الأقوال في الدليل التفصيلي ثلاثة، واجب على الأعيان، واجب على الكفاية، وذا المشهور المعروف مندوب أنه لا قائل بتوقف الإيمان عليه. عاوزين احنا عرفنا دلوقتي المعرفة مش كده؟ عاوزين نعرف ايه تفسير الإيمان؟ احنا قلنا الإيمان مش هو المعرفة، لأنه لو كان هو المعرفة كان الإنسان يكفر بعدمها وما كانش حصلت فيها الأقوال. يبقى الإيمان مش هو المعرفة ولكنه ملزوم لها، المعرفة لازمة له وهو ملزوم لها، واضح كده؟ ومعنى كده إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، يعني هو الإيمان ملزوم، ما فيش ملزوم يبقى ما فيش لازم، هيجي لازم من غير ملزوم؟ عارف اللازم والملزوم؟ اللازم والملزوم زي ايه؟ في لزوم من الطرفين، يعني مثلا يلزم من طلوع الشمس وجود النهار، ويلزم من وجود النهار طلوع الشمس. يرجعوا يقول لك ده الشمس ليها اسبوع ما طلعتش، يا بني ادم طالعه بس في غيوم، يعني لو انقشعت الغيوم افرض انت قاعد في الغرفه وقافل الشباك ومشغل النور ده وعامل ستاير، تقول ده الشمس مستطالة، افتح الشباك. فمعنى وجود الغيوم يعني مش معناها نفي طلوع الشمس، هي طالع بس في غيوم حاجه بطل. زي واحد اعمى مش شايف الشمس، يقول لك والله العظيم ما فيش شمس، كذب والله فيه، فتح احنا مالنا انت مش. يبقى اللزوم يكون ايه؟ ها؟ من الطرفين، يلزم من طلوع الشمس وجود النهار، ومن وجود النهار ده اسمه لزوم من الطرفين، يعني ده لازم ده ملزوم، وده لازم ده من ناحيتين،
يعني طلوع الشمس لازم لوجود النهار، ووجود النهار ملزوم، وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم. انما في لزوم من ناحيه واحده فقط مش من ناحيتين. يعني مثلا لو جبنا الشيخ محمد السوداني لو قطعنا رقبته فيلزم من قطع الرقبه موته، هيعيش ورقبته في السودان وجسمه في مصر؟ لا، يبقى يلزم من قطع رقبته موته، ولا يلزم من موته قطع رقبته. يمكن مات بالسكته كده او بالضغط كده، واحد ضغط وفرح مات، او مات كمدا او مات حسدا او غيظا، قل موتوا بغيظكم. يبقى هنا اللزوم من ايه؟ طرف واحد. يبقى اذا الايمان ده ملزوم للمعرفه، خلاص. ده قول. في قول ثاني مرادف لها تمصيبه، لو كان مرادف يبقى معناها متى انتفت المعرفه انتفى الايمان مطلقا. يبقى كده مش حاجه اسمه تقليد، ويفرح سيدنا الشيخ السنوسي بالموضوع ده. بس خد بالك في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، هنا حلتنا الإشكال. جو جو الآية ساعات واحد يفرح بالآيات بتاعة اليهود إنه فيها علم، مش هي بتاعة اليهود، هم اللي اخترعوه ده يعني في حقهم يعني. ورب واحد يقول لك ده في آيات في القرآن لليهود. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، فوجدت المعرفة منهم ولم يوجد الإيمان. فلو كان الإيمان والمعرفة مترادفين معناها يعرفونه، يعني هل اليهود آمنوا؟ يعرفونه. يبقى معنى كده ايه؟ دلت هذه الآية على انفكاك التصديق عن العلم والعلم عن التصديق. ولذلك لم يكن الإيمان هو المعرفة، وإنما كان هو التصديق. فهمت كده؟ يبقى الآية دي حلت الإشكال حل جميل. الذين آتيناهم الكتاب فوجدت المعرفة ولم يوجد الإيه؟ الإيمان. فدلت على إيه؟ إنه التصديق شيء، انفكاك التصديق عن العلم والعلم عن التصديق. ولهذا لم يجعل الإيمان معرفة على ما ذهب إليه مين؟ كثير من أهل العلم. كده خلاص انفكت لي الجهة. يلا يا شيخ قول. قال المصنف رحمه الله قلت ويدل على مذهب الجمهور قوله تعالى الجمهور يعني جمهور المتكلمين بيقول قلت يلا قوله تعالى فاعلموا انما انزل بكم. احنا فين دلوقتي؟ صفحة ايه؟ 43. ماشي. قال المصنف ايه؟ قلت. قلت ويدل على مذهب الجمهور. طبعا اراد بالجمهور جمهور مين؟ المتكلمين، مش جمهور المسلمين ولا جمهور اهل السنه. يرى الجمهور جمهور اهل السنه مخالف للمتكلمين في الموضوع ده. وذلك في بعض الناس قالوا اوعوا تفتكروا انه الموضوع ده سهل، ده الموضوع ده سرى إلى الأشاعرة من بقايا الاعتزال، يعني حاجة لسه قاعدة رواسب. إيه اللي يدل على مذهب الجمهور بحسب رأي سيدنا الشيخ السنوسي؟ بيقول قوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بي. يا أخي سبحان الله، أنا مش عارف كيف تدل هذه الآية على مبدأ بيتكلم على نزول القرآن. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فأمر بالعلم. بس فين هنا؟ مش في الإيمان ده؟ فأمر بالعلم لا بالاعتقاد. وقد علمت الفرق بينهما، يعني بين الايه؟ بين العلم وبين الاعتقاد. عارف الفرق بين العلم والاعتقاد؟ الاعتقاد في فاسد، في فاسد وفي صحيح، وفي مطابق وغير مطابق، انما العلم لا. وقد علمت الفرق بينهما. وقوله
قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. هي ده ممكن لا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب الآية واليقين بمعنى العلم، وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. إيه البصيرة؟ معرفة الحق بدليله. فمن لم يكن على بصيرة في عقيدته فليس متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن يكون المقلد ده على زي البهيمة بيسحبوه كده يا إيقاد؟ فمن لم يكن على بصيرة في عقيدته لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم عملا بمقتضى عكس النقيض الموافق. وفي عكس نقيض مخالف وفي عكس نقيض، فلا يكون مؤمنا عند بعضهم. وبعدين جايب أدلة تانية، بس خد بالك هنا لما جايب الآية بتاع قل هذه سبيلي إذا وقفنا على اسم الجلالة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، خلاص توقف هنا واحد عشان يستطيع المصنف الاستدلال على إيه؟ على ما يريد. يبقى هنا إيه؟ ظاهر كده، يعني إذا وقفت على اسم الجلال كما فسر به كثير من المفسرين كالشيخ القاسم في تفسيره والشيخ الألوسي، هيبقى إذا الإعراب هيبقى كيف كده؟ هيبقى على بصيرة مبتدأ، مش هيبقى متعلق بالإيه؟ بالدعوة، مش أدعو إلى الله، أدعو إلى الله بس كده، سبيلك هي الدعوة إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك، إنما على بصيرة مش متعلقة بالدعوة. يبقى كلام جديد، هيبقى على بصيرة مش كده؟ هيبقى هنا مبتدأ مبتدأ على بصيرة مبتدأ، شوف كده، وخبر متضمنا معنى. ايه المعنى بتاعه؟ من اتبعني فهو على بصيرة، شوف كده، على بصيرة انا، هيبقى كده على بصيرة انا ومن اتبعني، اي هيبقى المبتدأ ايه؟ ها انا ومن اتبعني على بصيرة، هيبقى كده، هيبقى ده ايه؟ هيبقى هذا مبتدأ وخبر. إيه يعني كيف مبتدأ وخبر؟ هيبقى مبتدأ مؤخر وخبر ايه؟ هيبقى معنى الكلام انا ومن اتبعني على بصيرة، هتبقى في قوة الايه؟ الموجبة الايه؟ الكلية الموجبة، هيبقى كل متبع لي فهو على بصيرة. لما جبناها منين الكلية دي؟ انا ومن، من ده ايه؟ اسم موصول من صيغ العموم، فعشان كده بقت القضية كلية، كلية موجبة وليست ايه؟ سالبة. هيبقى معنى الكلام انا ومن اتبعني على بصيرة. طب كلمة من ده ايه؟ تفيد العموم، هيبقى كده في قوة هذه القضية كل متبع لي فهو على بصيرة، لأن من صيغ الايه؟ العموم. وهذه تنعكس، لما نحب نذكر في باب المنطق في حاجة اسمها العكس، لما نحب نعكسها عكس نقيض موافق هتبقى ايه؟ كل من ليس على بصيرة فهو غير متبع لي، شوف كده، كل من اتبعني وهو على بصيرة. ليس العكس بتاعها كل من ليس على بصيرة فهو ايه؟ غير متبع. ده اسمه عكس نقيض موافق. ده به المخالف لا شيء ممن لم يكن على بصيرة بمتبع لي. يبقى في هذه الحالة يسلم الدليل للشيخ
لأن المقلد ليس على بصيرة، وكل من ليس على بصيرة فهو ليس بمتبع، لأن كل متبع على بصيرة، وهذا ليس على بصيرة فهو ليس بمتبع. يبقى كده إيه، الشيخ نجح في الامتحان، وإيه أصبح دليله إيه مسلما. بس ده إيه بشرط يكون الوقف على لفظ الجلالة لازم. إنما حد قال إنه ده لازم، أفرض أنت وصلت كده قربت القضية على الشيخ، أصبح ما فيش قضية من أساسه، ولا ما فيش كلية ولا يحزنون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فيكون الجار والمجرور متعلق بإيه بالدعوة بالدعوة. حيبقى أنا ومن اتبعني يعني ندعو إلى الله، يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، خلاص كده، وندعو إلى الله على بصيرة. يبقى إذن دي متعلقة بالدعوة وليست متعلقة بالمعرفة، مش متعلقة بالدعوة. أي واحد يكون داعية لازم يكون على بصيرة، عشان يبقى داعي متبع لمنهج النبي يكون على بصيرة، ما ينفعش يكون على جهل. ما ينفعش واحد يحفظ كلمتين ويطلع في قناة كذا وكذا ويقول من غير بصيرة، من غير قواعد، من غير منهج، ويكفر في الناس ودول مشركين ودول مؤمنين والتوسل شرك ومش عارف ده بدعة وده ضلالة. فهؤلاء الدعاة معظمهم ليسوا على بصيرة، مش على معرفة. ده حافظ وخد شهادة وتعين في الأوقاف أو تعين في أي ما خلصنا، بس ليسوا على بصيرة. البصيرة عمرها ما تيجي من الشهادة ولا من الجامعة ولا من الكلية. البصيرة تيجي منين؟ من الاتباع. أنا ومن اتبعني تيجي من إيه؟ من اتباع لإيه؟ والخير كل خير في اتباعه من سلف، والشر كل الشر في اتباعه من خلق. ولذلك تجد كل الكلام اللي قالوه ذا فيه ليس لهم فيه سند متصل. يعني مرة واحد من المشايخ الصالحين بيقول للجماعة الوهابية، بيقول لهم أنا أتحدى بالتحدي كده أن تذكروا سلسلة إسناد إلى رسول الله ليس فيها أشعري. عاوزين سلسلة كلها وهابية مجسمة، لا يمكن، وإلا يبقى الدين خلاص انقطع كما يقول أهل داعش. يقول لك الدين انقطع بعد القرون الثلاثة الأولى، فيش دين. وواجب قتال الناس عشان إيه نرجع الدين تاني، عشان يبقى الدين متصل. أما فيش دين، هو بيقول لك انقطع. إذا كان الدين منقطع بإسناد إيه اللي بقى؟ إنما قال نتحداهم، يجيبون كده إسناد سواء في حديث أو حتى في القرآن أو في التجويد أو في الجدرية أو في الشاطبية، كلهم إيه سلفية يعني مجسمين. فين ضحات الإسناد ده؟ لا يمكن. ذلك تجدهم يجيبوا إيه في القراءات إسناد ابن الجزر، وابن الجزر من كبار المتوسلين. اقرأ كده في آخر الدرة بدع وزوري المقام الشريف وبيمدح، وطوقني الأعراب في الليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى. فيذكر والإمام الشاطبي كان من كبار الأولياء، ولم يكن وهابيا، ولم يكن سلفيا، ولم يكن كراميا، ولم يكن تيميا، ولم يكن ابن قيميا، ولا حي خالص. هات برهانكم إن كنتم صادقين. وبعدين في إسناد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري موجود، والشيخ المتولي شيخ القراء في مصر كان يروح يزور السيد البدر في طنطا، لدرجة المبتدع قال بتاخدوا ليه الإسناد عني عنه؟ مش لاقين غير، طب ياخدوا الدين من الكفار من المشركين. زي يحضرني قصة ظريفة كده مرة تبين جهل الجماعة. كان واحد رايح يناظر الشيعة، راح يناظرهم، فأول ما دخل عليهم راح حمل حذاء، خلص كده الحذاء تحت باطه كده،
يعني اعتبروها إساءة كيف تدخل وتمسك الحذاء في إيدك خايف يعني على الحذاء يعني إحنا ما حذاء مقطوع كده ما يسويش ثلاثة تعريف ماسك فيه كده ليش لماذا تمسك الحذاء وتحمله بيدك وانت رجل إمام ومش بيدور على الحذاء بس هو عاوز يدينهم بيه بس بيه بالمعنى مش بالحس بالعلم وقال له يعني أصله أنا بلغني أن الشيعة كانوا يسرقون الأحذية على عهد رسول الله فصاح فيه أحدهم لم يكن شيعة على عهد رسول الله قال فمن أين أخذتم دينك خلصة المناظرة حي نظرة قلوا فيش حد اسمها شيعة يبقى أنتوا يا منين جيتوا هل أحد هل أصل يعني ده تعال حالي سبحان الله استغرب اللازم ها يبقى كده ايه عرفنا الدليل عاوز منين بس بشرط ايه ها الوقوف على ايه على لفظ طبعا في بعض المفسرين بس مش كلهم وليس في القرآن الألوس الشيخ اللي هو القاسمي عارف القاسمي اللي كتاب اسمه بتاع التفسير تفسير القاسمي ده هو من الشام اسمه كان تفسير القاسمي بس بين لي اسم ثاني حاسم ها حاسم التأويل محاسن التأويل محاسن التأويل صح يلا اقرأوا في كتب التفسير كثير جدا ها خاصة تفسير التحرير والتنوير عارفينه تعبار معشور اقرأ في هذا الكتاب كتاب عجيب عنده إلمام بالتاريخ والملل السابقة ويجمع أقوال المفسرين وفيه مقدمات من أعجب وأحسن ما يكون في عشرة مقدمات الأول اقرأ المقدمات فقط في التفسير يلا يا شيخ محمد قال المحشر رحمه الله قوله مذهب الجمهور أي من أن المقلد كافر قوله فأمر بالعلم لا بالاعتقاد فيه أن الآية لا تدل على أن العلم واجب فيه يعني في الاستدلال ده أن الآية لا تدل على أن العلم واجب وجوب الأصول بحيث إن من لم يحصل له العلم يكون كافرا فالاستدلال بها لا يتم ولا عبرة بكلمة الجمهور مش حيلزم أصل كلام الجمهور مستند إلى وهم ظن اللي هو إيه صحيح العلم واجب مش كده فاعلموا انما انزل لكن هل واجب وجوب الاصول ولا وجوب الفروع مين اللي قال لك وجوب اصول يا مولانا اذا كان الشيخ الحامي رضي الله عنه اللي هو احسن من 100,000 مثلك ومثلي بيقول لا تدل على ان العلم واجب وجوب فين الدليل على كده منين جمهور مين ده هو ادعاء السنوسي كده الجمهور قالوا كده هو فيه من الجمهور قول يا اخي نعم قوله الفرق بينهما اي العلم والاعتقاد مذهب الجمهور بس ده هو احتج للجمهور بالايه مش الجمهور احتجوا بها هو الشيخ السنوسي نقل ذلك على الجمهور لا فين بقى وريني مين هم مقرر الجمهور السنوسي يا اخي هو بيقول مذهب الجمهور على جمهور المتكلمين ولم يحتجوا بهذه الآية من أصلا الآية دي مش في وجوب المعرفة إنما فاعلموا أنما أنزل بعلم الله قوله الفرق بينهما أي العلم والاعتقاد فاعلموا أنه قد علمت الفرق بينهما يعني بين العلم والاعتقاد فإن العلم هو الجزم المطابق الواقع عن دليل والاعتقاد الجزم لغير دليل يجزم بس ما فيش ايه دليل حتى قالوا ايه المقلد ده لو رجع مقلده يعني انا مقلد طبعا من اقلده يبقى مقلد بفتح ليه اللام يبقى هو افرض اللي انا بقلده رجع هروح انا اعمل ايه هرجع معه يعني ليه 20 سنة وانا بصلي معاه وبصوم معاه وبروح أحج معه 20 سنة جاء فجأة راح قال لي يا ابني أنا خلاص كفرت خلاص يا أنا حاملين معاك شرفنا ما هو كده وهذا بيحصلش ليه يقول لك لو رجع لو فرض إنه المقلد رجع حيرجع المقلد رجع حيرجع المقلد ولا مش هيرجع؟ ما
وتابع يعني زي مثلا لو اخذ الحمار ده بسوق العربيه لما يروح الحمار يجيب له عربيه تروح العربيه ايه راجع نفس الكلام ايه تابع عليه يعني الحمار يطلع لقدام العربيه تيجي لورا ما هو تابع منقاد يعني زي ماشي بسلبك ده لف يمين معاه لف شمال معاه هو ده شأن التقليد قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله أي وخطاب الرسول خطاب للمرسل إليهم يعني إذا كان رب ممكن يكون مثلا من الأنطاع يقول لك يا أخي الآية يقول فاعلم فاعلم ده الرسول يعني كأنه العلم واجب على الرسول مش علينا مش كده أو ده مخرج بس قال لك لا خطاب الرسول خطاب للمرسل ليه يعني شرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب لكن من المقصود الأمة أتباعه مش كده ويحرش في الآخر مولانا بيقول لك إن الله أمر عباده المؤمنين وما أمر به عباده المرسلين يعني أيوة بس مش في كل حاجة مش كل ما ما أمر به المرسلون أمر به المؤمنون بدليل إيه أن الآية أن الله أمر عباده الحديث ده حديث مش آية ذكر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات يعني أمر الله المرسلين بما أمر أو أمر المؤمنين بما أمر يعني في الأكل من الطيبات لأنه ليس كل ما أمر به الرسل أمر به أتباعهم مثلا أديك أنت أبي ترد على نفسك عليه هو ماشي هو تفهم المعرفة واجبة عن طريق الرسل كيف لا دليل عقلي العقلي اي شيخ محمد يلا عشان نخلص وياتي البحث السابق هنا قوله ليستيقن اي يتيقن قوله قل هذه سبيلي الى اخره ظاهر ان الوقف على اسم الجلال وقوله على بصيره خبر مقدم لقوله انا يعني انا ومن اتبعني على بصيره وقوله ومن اتبعني مبتدا خبره محذوف اي على بصيره مش كده على بصيره عن علم ومن المعلوم ان من من مش من عشان يجي واحد يقول ومن المعلوم أن من شكل أن من ما المشكلاش ليه وهو بيحسبكم الناس بيحسبكم رأي العلماء وفاهمين ما بيحسبكمش كده ومن المعلوم أن من ألفاظ العلوم من التاني من فالمعنى كل متبع لي على بصيرة فإذا جرينا على عكس النقيض الموافق الذي هو تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الأخرى مع بقاء الصدق والكيف وهذا تعريف إيه؟ عكس النقيض الموافق فنقول حينئذ كل من ليس على بصيرة ليس متبعا لي فتضم هذا فتضم هذا العكس كبرى يعني دي كلمة كبرى هنا تحت بيقول حال إلى مقدمة صغرى مسلمة قائلة المقلد ليس على بصيرة وكل من ليس على بصيرة ليس بمتبع لي ينتج من الشكل الأول المقلد ليس بمتبع لي عارفين الشكل الأول اللي هو ايه حد الوسط يكون ايه محمول في الصغرى موضوع فين في الكبرى وعارفين شروط انتاجه واذا انتفى عن المقلد لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مؤمن واذا كان غير مؤمن كان كافرا اذ لا واسطه بين الايمان والكفر يعني ما فيش حاجه بين الايمان والكفر عارف ينفع معانا في الموضوع ده مذهب المعتزلة لو كان ينفع كان حطينا يقول هو لا واسطة فلو كنا معتزلة كان قلنا لا في واسطة اللي هي ايه المنزلة بين الايه لكن هل في واسطة بين الكفر والإيمان يعني في حاجة في النص كده لا ما فيش مذهب المعتزلة في المسألة دي باطل ما فيش حاجة اسمها منزلة بين الايه المنزلتين
يعني بيقولوا مثلا ان عندهم الاعمال، الاعمال جزء جزء من حقيقة الايمان، فيبقى اذا تركها الانسان يبقى اذا سلب عنه اسم الايمان وسلب عنه الكفر. طب ليه سلب عنه الايمان؟ لعدم وجود الاعمال. ولماذا سلب عنه الكفر؟ لوجود التصديق. يعني هو مصدق يبقى مش كافر. لا، ما فيش اعمال او في كبائر يبقى غير مؤمن، لانه الايمان عندهم مركب من القول والعمل، من قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. يعني ما يكونش مؤمن الا اذا كان في ايه؟ العمل. فاذا ما فيش العمل يبقى ايه؟ مش مؤمن، وفي نفس الوقت مش كافر لوجود التصديق. ايه الفرق بين مذهب المعتزله ومذهب الخوارج في الموضوع ده؟ واحد ولا مش واحد؟ واحد ومش واحد. لانه انتفع الخوارج مش بيلعبوا زي ما عندهمش وشين، ما عندهمش عمله بوجهين. الخوارج بيقولوا عليه كافر وخلاص كده كافر. المشكله في المعتزله يوافقون الخوارج في وجه ويخالفونهم في الوجه الاخر. يعني هو طبعا هم نفوا عنه، الخوارج نفوا عنه الايمان، والمعتزلة أيضا نفوا الإيمان بس لم يثبتوا الكفر، أما الخوارج أثبتوا. شفت كده الفرق بين المعتزلة والخوارج؟ طب نقول للمعتزلة، طب ما هو مش كافر، يخلد في النار ولا ما يخلد شيء؟ طبعا لا يخلد في النار إلا الكافر. ولو قالوا ما يخلدش يبقى رجعوا عن الكفر، معناه أنه اللي هو ما يخلدش يعني حيبقى فترة وبعدين حيخرج، يبقى معنى كده حكموا بإيمان، أصل لا يمكن يخرج من النار وهو كافر. فالخلود معناه الكفر، والكفر معناه الخلود. فالمعتزلة لو قالوا لا يخلد يبقى ده معناه إيه؟ يبقى معناها ده مؤمن. طب وإذا قالوا يخلد يبقى كافر، فاحتاروا مساكين يعملوا إيه؟ ده الكلام ابليس نفسه ما عرفش يقوله. عارف قالوا ايه المعتزله بدي؟ قالوا يخلد في النار ويعذب فيها ابدا لكن دون عذاب الكافر. يعني الاثنين مخلدين بس ده درجه اولى وده درجه ثانيه. يعني ده فوق وتحت. يعني حيكون عذابه اخف من عذاب الكافر خلاص؟ وأشد من عذاب المؤمن العاصي. شوف حل المشكلة كيف. الناس وكان أهل عقل فيش حاجة تستعصى عليهم أبدا، كل حاجة لها حل، يقول أي كلمة يجيب لك الجواب، بس يجيبوا لك بلفة كده وغضبت عنك هتعمل إيه؟ يخلد أيوه يخلد. طيب كافر؟ لا مش كافر. مؤمن؟ لا مش مؤمن. طب كيف؟ قال لك يا أخي ما النار واسعة يا أخي، ما تضيق رحمة ربنا ليه؟ الله عاية غريب والله. أنا خليه كده يعني في حتة كده. يلا شوف نعم. إذا ناس وعكس النقيض الإيه؟ ها؟ المخالف والموافق خلصناه؟ يبقى إذا عكس النقيض الموافق اسمه إيه؟ كده إيه؟ تعريف وتبديل عكس النقيض الإيه؟ اللي يصح عكس فين الموافق؟ تبديل كل واحد. اقرا كده. فاذا جرينا على لا اللي هو فاذا جرينا فين واذا جرينا؟ فوق على عكس النقيض. اعمل علامه عشان تعرف تعريف عكس النقيض الموافق اللي هو تبديل. من اول تبديل كل واحد من طرفي القضيه بنقيض الاخر مع بقاء الصدق والايه؟ والكيف. ده اسمه ده ايه؟ موافق. طب والمخالف؟ تبديل الطرف الأول بنقيض الثاني، والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف. لو حفظت التعريف كده تبقى راجل من علماء المسلمين، ما حفظتش تبقى مقلد. كنت عارف المقلد هيروح فين.
شوف كده المخالف صعب شوية. ها ايه تعريفه يا شيخ محمد؟ ها قول كده. الموافق والمخالف. المخالف خلاص الموافق بس سهل. المخالف تبديل الطرف الاول فقط. نقول هنا هناك ايه تبديل ايه؟ كل تبديل الاثنين. يعني نبدل هذا بنقيض الاخر مع بقاء الصدق والكيف. ايه المراد بالصدق؟ يعني ما تكونش كاذبة. والكيف يعني الايجاب او السلب ده الكيف. اما في المخالف تبديل الايه الاول بنقيض الثاني والثاني بعين الاول مع بقاء الصدق دون الكيف. فيقال قال لك هنا مش هيبقى الكيف يعني مش هيبقى الايجاب. هيقول ايه هيقول ايه ليس فيقال هنا لا شيء هنا في النقيض الايه المخالف لا شيء ممن ليس على بصيرة بمتابع لي فتضم كبرى للصغرى السابقة هكذا المقلد ليس على بصيرة ولا شيء ممن ليس على بصيرة بمتابع لي ينتج من الشكل الأول لا شيء من المقلد بمتابع لي وإذا انتفى عن المقلد الاتباع له صلى الله عليه وسلم كان غير مؤمن وإذا كان غير مؤمن كان كافرا إذ لا واسطة. لكن قد يقال الاتباع المنفي في الموافق والمخالف هو الاتباع الكامل. هنا أعكر على الشيخ يعني هنا كلمة أنا ومن اتبعني على بصيرة يعني المتابع الكامل دل على بصيرة فلا يمنع أن يكون الذي ليس على بصيرة بمتبع ولكن ليس متبعا كاملا زي إيه زي يعني ينفي كمال الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو بيبان في أصل الإيمان وإلا هنبقى خوارج وزي لا صلاة لجار المسجد إلا يعني لا صلاة كاملة يبقى هنا نفى إيه الاتباع الكامل وليس المنفي مطلق الاتباع يبقى كده ما نفعش الدليل العمليات لخبطت كلها من أولها الأخرة. بل ايه عدم يعني بينفي ايه الاتباع فالانتج الكفر بل عدم الايمان الكامل يعني الدليل وصلنا الى عدم الايمان فلا قوله فلا يكون مؤمنا اي بل هو كافر اذ لا واسطة وهذا لازم النتيجة لا نفس النتيجة ليس فليس مفرعا على قوله فمن لم يكن الى اخره الذي هو عكس النقيض الموافق بل هذا مفرع على نتيجة قياس المطوي المطوي يعني مش مذكور في الكلام قوله هو الايه ها والبصيرة خلينا واقفين على البصيرة حلو لما نقف على البصيرة يبقى هنا والبصيرة معرفة الحق بيه بدليل خلاص كده الأرض كام تسعة الأيام بتجري اللهم صل أفضل صلاة على أصحابك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغر عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.